الحقيقة الأجواء توافقية ووصلنا فيها إلى التقارب في كثير من القضايا التي كانت محل خلاف، ونحن نثمن على هذه الأجواء. نتمنى دائما أن تكون نقاشات الدول العربية في جو من التعاون. لابد أن يكون هناك احترام للاختلاف، تقبل لوجهات النظر، وأيضا لابد أن الدول أن تتكلم عن مشاكلها وتحدياتها وأيضا مشاريعها بطريقة مباشرة بدون أن تكون هناك دولة أخرى وصية على هذه الدول، وهذا ما لمسناه في هذه القمة. الجزائر لطالما كانت رفيقا للدولة الشقيقة الليبية في كل مراحلها من أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشرعية. أيضا الجزائر دائما رفعت من أجل الحوار الليبي من أجل حل سياسي سلمي. هل تظنين أن مقاربة الجزائر الخاصة بليبيا ستكون ضمن مخرجات جدول أعمال القمة العربية؟ نحن أولا سعيدين جدا، هذه القمة قمة جدا إيجابية، كانت مثال للتعاون العربي المشترك. بطبيعة الحال دائما هناك اختلافات في وجهات النظر في الأمور السياسية، ولكن الأسلوب الذي تم التعامل به، المناخ الذي تم المشاركة فيه هذه القضايا كان جدا إيجابي، وكان هناك أيضا يعني إعطاء فرصة لكل دولة أن تتكلم عن شأنها الداخلي وسياستها وعلاقاتها بجيرانها، فبالتالي كان المناخ جدا إيجابي. نتمنى التوفيق للقمة غدا وبعد غد. نحن قمنا بالدور الشاق لتمهيد لقادتنا للوصول، وإن شاء الله ليجدوا كل يعني هناك إعلان إن شاء الله يكون توافقي. القمة ستكون فيها نوع من روح التعاون، ويشرفنا أن نشوف كل رؤسائنا في دولة الجزائر. المقاربة الجزائرية؟ المقاربة الجزائرية مهمة جدا، وهي أصلا لها كان دور في أن تقارب بين الكثير من الدول العربية. الروح الجزائرية موجودة في قيادة هذا الحدث، ونتمنى التوفيق لإخوتنا في الجزائر ولمعالي الوزير ولفخامة الرئيس تبون، أتمنى له كل التوفيق. كما تعلمون اليوم سنبدأ في استقبال الوفود الرئاسية، وسندخل إلى مرحلة ثانية في القمة.